العلم فرعاه واكرمه. برحب بيكم مره تانية، بقول لكم انا متشكر جدا لان انتوا اديتونا الفرصه ان احنا نكرمكم في وزاره الشباب والرياضه، واتمنى ان يكون ده مثال لكل الشباب المصري، ان زي ما عندنا الناس بتتكلم دايما خلي بالك مش عارف ايه وده بقى فيه مخدرات في البلد وبقى فيه كذا، لازم كمان نبص للجانب الايجابي ان عندنا شباب زيكم وشباب مصري وموجود في مصر. شكرا.